فاعتقد ان البطوله تحظى باهتمام اعلامي كبير جدا وباهتمام بالغ من المنظمين ومن الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. النهارده لما كنا موجودين في المؤتمر الصحفي والتدريبات كل الامور التنظيميه كانك في بطوله كاس العالم 2022 اللي اقامتها قطر، في الامور اللوجستيه، الامور الخاصه بدخول الاعلام، بتنظيم مساله الحقوق، كل شيء كانها فعلا بطوله كاس عالم ولكن بنسخه مصغره اقل. اعتقد ان اللجنه المنظمه لما تم الاعلان عن اقامه البطوله هنا في دوله قطر في نفس التوقيت اللي كان فيه بطوله كاس العالم وبالتحديد المباراه النهائيه يوم 18 ديسمبر اللي بتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكون طرف فيها، اعتقد ان الجميع كان سعيد بوجود ناديين بالذات. لا 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 اتحدث بدبلوماسيه، ولكن ريال مدريد بطل اوروبا حضوره في المباراه النهائيه، والنادي الاهلي بطل افريقيا بحضوره بعد طبعا الفوز على العين الاماراتي. تم الاعلان ان البطوله هتكون في قطر وان النادي الاهلي هيشارك بعد فوزه على العين، فالحقيقه كان في ارتياح كبير جدا من المسؤولين هنا في قطر ومن الدوله المنظمه وايضا من اللجنه المحليه المنظمه وحتى كمان من الاتحاد الدولي الفيفا لانه عارف الزخم الكبير اللي بيعمله جمهور النادي الاهلي. فالبطوله محظوظة بالنادي الاهلي والفيفا كمان محظوظ بالنادي الاهلي. طب تواصلك مع اللجنة المنظمة ودايما انت عندك اتصالات مع الاستاذ محمد راشد والاستاذ حسن ربيع الكواري، يعني شايف التعامل اللجنة المنظمة واهتمامها بتواجد الاهلي واعلام الاهلي وجمهور الاهلي والتواصل حتى مع فريق باتشوكا وريال مدريد اللي هيصل باذن الله مساء يوم 16 قبل موعد مباراة الفاينل يوم 18 ب 48 ساعة. الحقيقة الناس هنا لما كانوا بيستضيفوا بطولة كأس العالم فكان في أي مؤتمر صحفي أو أي مناسبة بيتحدثوا دايماً عن الإرث. الإرث إن دولة قطر تخرج بإرث ليس على صعيد المنشآت ولا البنية التحتية المميزة والملاعب العالمية اللي أنتم شايفينها، ولكن أيضاً على صعيد الإرث البشري إنهم يطلعوا كوادر وعناصر بشرية إنها تقدر تنظم بطولات دولية كبيرة وبطولات قارية في أي وقت بشكل مميز واحترافي. والحقيقه ده اللي قطر خرجت بيه ونجحت بيه من المكاسب الكبيره ان اصبح عندها كوادر بشريه مميزه زي ما انت اسلفت وقلت الاخ حسن ربيع الكواري، محمد راشد الخنجي، والكثير من الاسماء والناس في اللجنه المنظمه العليا برئاسه الشيخ حمد بن خليفه بن احمد اللي قال تاني اللي هو دلوقتي وزير الرياضه والشباب. اصبح اللجنه العليا المشاريع والارث اللي نظمت بطوله كاس العالم أكيد. اصبح اسمها لجنه احداث كره القدم معاه طبعا ايضا الاستاذ جاسم الجاسم. الناس دي كلها الحقيقه بتتعامل مع جميع الفرق ليس النادي الاهلي بالذات، بتتعامل باحترافيه كبيره. لو شفت لو سالت استاذ خالد مرتجي، الاستاذ طارق انديل، الكابتن محمود الخطيب، الكل هيقول لك ازاي ان الناس هنا كل طلبات النادي الاهلي مجابه زيه زي بقيه الفرق. الحقيقه في امور الخاصه بالانتقالات، بالاقامه، بالامور الملاعب التدريب يكفي انها بتقام على نفس الملاعب اللي كانت بتتدرب عليها فرق كاس العالم، بتتدرب عليها فرق كاس اسيا اللي كانت في نسخه 2023. فالحقيقه اللجنه المنظمه ليها كل الاحترام والتقدير، بنشكرهم على دعمهم الكبير ومساندتهم. وخليني برضو لن اخفي عليك سرا انهم جمهور النادي الاهلي بالذات ليه دلال، وربطة جماهير النادي الاهلي في قطر ليها دلال كبير جدا على اللجنه المنظمه. خليني اقول لك ان الفيفا معقد شويه من موضوع التذاكر، لا مش شويه كتير، امور معقده بشكل كبير جدا. واتمنى من خلال المعلومات اللي واصله لي ان بكره ما يكونش جمهور باتشوكا عنده التذاكر مطبوعه او بي دي اف، بالعكس جمهور النادي الاهلي الناس متبهدلين بسبب موضوع التذاكر الالكترونيه. لكن خلينا اوكي، احنا تقبلنا الامر، تقبلنا الامر الواقع. اللجنه المنظمه قالت ان ده طلب الفيفا وان كل شيء يكون الكتروني، حتى الكابتن حسن ربيع شرحها وقال هو السيستم وده الاتحاد الدولي هو اللي بينظم، فبنحاول قدر الامكان نسهل على الجماهير فعلا. ان شاء الله هم يعني عايز اقول لك واحد زي حسن ربيع الراجل ده معانا على مدار الساعه 24 ساعه حرفيا، ده حقيقي. ندخل سبيس في تويتر نلاقيه موجود، ندخل على الواتساب في معلومه في حاجه تلاقيه بيبعت ولكل الاعلاميين وليا بشكل شخصي، ودي شهاده حق. في حاجه تخص الجماهير يا جزار نبه على الناس، المترو اسهل لهم، طب يروحوا بدري، طب خليهم ينزلوا التطبيق عشان الموضوع هيبقى الكتروني. فالحقيقه جمهور النادي الاهلي عزيز قوي عند الناس هنا. قطر والخليج بيحبوا النادي الاهلي كتير، الأهلي كبيرة وشعبية النادي الاهلي كبيرة جدا جدا جدا. الناس بقى اللي بتتكلم دايما بقى لا احنا شفناها صوت وصورة بالارقام في المباريات، افتح الشاشة واتفرج الناس شايفة ورانا اهو اكيد.